الناس اللي كتقلب على ثلاثة ديال الغرف في شارع محمد السادس كنرحبوا بكم. 93 متر بقاتنا هاد الشقة الطبق الثالث بمساحة ديال 93 وبثلاثة ديال الغرف وبالصالون وبالسيجور وبجوج ديال الحمامات. خليكم في لا فيديو باش تطلعوا على الفصالة وكذلك لا فينيسيون. عيد دينا هاد اليمن في المدخل ديال الشقة قريب للصخرة ديالك. الناس اللي كتقلب على ثلاثة ديال الغرف في شارع محمد السادس كنرحبوا بكم في عرض بمساحة ديال 93 متر بقاتنا هاد الشقة في الطبق الثالث بمساحة ديال 93 وبثلاثة ديال الغرف وبالصالون وبالسيجور بجوج ديال الحمامات. لا فينيسيون في المستوى وفي بناية من اير بلوس 3 بثلاثة ديال السكان في الطبق. كاين لاسانسور وكذلك مرآب ديال السيارات والسطح والدروج كامل كيان مشتركة ما بين السكان. خليكم في لا فيديو باش تطلعوا على الفصالة وكذلك لا فينيسيون. هذا هو المدخل ديال الشقة، المدخل الرئيسي. كندخلو كنلقاو المطبخ على يدينا اليمن في المدخل ديال الشقة قريب للصخرة ديالك. مطبخ مقسم بالام دي اف، البوطاجي على شكل ال، التقسيم ديالو عطانا بلاصة ديال التلاجة وكذلك بلاصة ديال لا ماشينا لافي ولا غسالة ديال الماين. بالنسبة للاكسسوارات بجودة عالية عندنا لاهوت وكذلك لا بلاك. طبخ مزلش في الحيوطة من الارض حتى للبلافو ومشمس. حاليا الشمس كتواجد في القلب ديال المطبخ. الأرضية ديال الشقة بالرخام في جميع المرافق. وعندنا الخشب هيتر بالنسبة للمداخل ديال الغرف. عندنا على يدينا الشمال هذا الاستقبال عبارة عن صالون وكذلك السيجور. اللمسة البلدية بالخشب حاضرة في قلب ديال الصالون. العرض ديالو جميل كيعطيك تفريشة جميلة. وقبالته كيتواجد السيجور بهذا الديزاين الرومي بلي سبوت وكذلك بالليد. لانستالاسيون ديال لا تيليفيزيون في هذه الواجهة. وعندنا كذلك لانستالاسيون ديال لا كليم في القلب ديال الاستقبال قريب للضيوف ديالك. كتواجد كذلك الغرفة ديال الجلوس بإطلالة مشمسة. حاليا كتواجد الشمس في القلب ديال الغرفة. بالنسبة للسراج الرولية إلكتريك والغرفة كذلك بالانستالاسيون ديال لا تيليفزيون. ديزاين باغي عليه السامبل من ناحية الألوان، ألوان ديال البلافو كذلك الصباغة. نشوفوا باقي المرافق. عندنا جوج ديال الغرف بالبلاكار. نشوفوا الحمام خارج الغرفة، الأكسسوارات اللي حاضرة فيه بجودة عالية بالنسبة للسانيتير واللون ديال الزليج اللي كيتواجد من الأرض حتى للبلافو لون ملكي. أعطانا الفخامة للحمام الفاسك موبلي بالمراية ديالو. نشوفوا الغرفة الثانية ديال النوم كيتواجد في القلب ديالها بلاكار. مساحة كبيرة بثلاثة ديال البيبان كوليس مقسم ومغلف كما ينبغي. التقسيم ديالو عصري كيعطانا بلاصة ديال الترتيب وبلاصة ديال التعلاق. الغرفة كذلك بالانستالاسيون ديال لا تيليفيزيون كذلك لي طابل دو نوي ومجهزة بأضواء عصرية لسبوت. ندخلو باش نشوفو الغرفة الرئيسية. عندنا في المدخل ديالها حمام المساحة ديال الشقة 93 متر وعطانا عطاتنا هاد التصميم الجميل. الغرفة ديال النوم
الواجهة ديال الناموسية بالبلاتينية وبالانستالاسيون ديال لي طابل دو نوي، وفي القلب ديالها كذلك هاد البلاكار بجوج ديال البيبان كوليس ومفتوحة كذلك على بالكون. بالكون الطول ديالو تقريبا كيفوق 6 متر ومجهز بالإينوكس. ما عليكم غير تسارعوا، تبقى هاد الشقة في الطابق الثالث وغتلقاو عروض مختلفة على القناة ديالنا على شقق فاس، وكذلك الصفحة ديالنا على الفيسبوك والانستغرام شقق فاس. وإلى اللقاء إلى عرض جديد من عروض شقق فاس.